استعمل كلمة انتفاضات ولا استعمل ثورات، لأنني أميز بين ريفولت وريفوليسيون، أميز بين الانتفاضة والثورة. الانتفاضة هي حدث قوي قد يقلب نظام حكم أو يقلب وضعية ما، لكن الثورة هي امتداد في الزمن، هي سلسلة تطورات قد تمتد عشرات السنين، ومفادها ومضمونها هو أن تحدث القطيعة مع الماضي. الثورة هي قطيعة مع الماضي، والقطيعة لا تحدث بمجرد الانتفاضة، بل تحدث على يعني فترة زمنية معينة وتحولات كبيرة، وقد يكون فيها مد وجزر، وقد تكون فيها تراجعات وغير ذلك. على المستوى السياسي قامت السلطة في المغرب بالتعبير عن معنى الانتقال بهذا المعنى الذي درسناه عن طريق احتواء الاحتقان بتنازلات حكيمة في لحظة متوترة، هي لحظة الانتفاضات وظهور حركة 20 فبراير. فقررت السلطة أن تقوم بتنازلات حكيمة، وأعتبرها حكيمة لأنها تدل على وجود نظام سياسي مرن يتميز بالمرونة مقارنة بجيراننا الجزائريين. النظام المغربي نظام مرن في مقابل التصلب العسكري والتشدد المبالغ فيه للنظام العسكري الجزائري، الذي يؤدي تصلبه إلى عواقب يعني فادحة جدا وخسائر فادحة، سواء على مستوى الأرواح بالمقتل كثير من الناس، أو أيضا على المستوى المعنوي في الأذهان وفي يعني المسؤول عن التروماتيزم الذي تعيشه الجزائر الآن، هو هذه الذهنية السلطوية. النظام المغربي يتميز بنوع من المرونة النسبية، فهو يحاول احتواء الاحتقان بتنازلات حكيمة، لكن في إطار الخطوط الحمراء يرسمها دائما، وهي غير مصرحة بها لكنها تظهر من خلال الوقائع، كما حدث مع تعديل الدستور المغربي. ساعد على تكريس هذا الوضع مجموعة من العناصر، هي أربعة عناصر رئيسية. أولا، تجديد شرعية النظام السياسي الملكي بعد 99، بعد انتقال العرش. وهذا التجديد للشرعية حصل بعد قيام الملك محمد السادس بالاشتغال على 5 ملفات تركت بعد رحيل الملك صالح الحسن الثاني دون حل: قضية الصحراء، قضية الاعتقال السياسي، قضية المرأة، قضية الأمازيغية، وقضية الإصلاح الدستوري. هذه 5 ملفات اشتغل عليها الملك محمد السادس بطريقة تهدف إلى تجديد شرعية الملكية بعد كل المشاكل التي عشناها مع الملك الحسن الثاني. هذه مسألة أولى ساهمت في استقرار الوضع في المغرب، وساهمت بشكل كبير في أن شعار إسقاط النظام لم يعرفه الشارع المغربي بالكثافة التي عرف في مصر وتونس وليبيا. وهذه 10 سنوات التي تفصلنا عن 99 كان لها دور هام في يعني نوع من يعني تنفيس الاحتقان والتشغيل على أوراش عديدة. المعطى الثاني هو الدعم يعني المبدئي والمصيري للأحزاب السياسية للنظام المغربي. هناك تكتل حزبي حول الملكية مع طبيعة الحال ضعف كبير للأحزاب السياسية وانحائها أمام الفاعل الملكي الذي هيمن على الساحة، حيث أن كنا نشكو مع الحسن الثاني من هيمنة الفاعل الملكي مع الملك محمد السادس. أيضا هناك محاولة لتجديد شرعية العرش، لكن في نفس الوقت هناك دفع بالملكية نحو الواجهة بشكل قوي أدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية وإفقاد الحياة السياسية الكثير من عناصر القوة والحيوية. نحن نعيش حياة سياسية ضعيفة بسبب عدم تعدد الفاعلين السياسيين وعدم دينامية هذه الحياة بسبب هيمنة الفاعل الملكي. والكثيرون يعتبرون أن هذا مؤشر إيجابي، لأنه يساعدهم على حل عقل الكثير من المشاكل بدون أن يعملوا، بدون أن يقوموا بالعمل المطلوب. لكن هو مؤشر سلبي من جانب آخر، لأنه يفقر الحياة السياسية ويظهرها كما لو أنها ذات يعني بعد واحد.